بلتجي 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 من وين جبتها الديباجي، نقلت كل البسطات والشعب والله بحاجي. بلتجي 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 من وين جبتها الديباجي، نقلت كل البسطات والشعب والله بحاجي. ليش نقلت لنا السوق على راس العين؟ ما احنا بسوق العبدالي مبسوطين. ليش نقلت لنا السوق على راس العين؟ ما احنا بسوق العبدالي مبسوطين. كنا نجيب اواعينا من البالي، والله وحده اللي بيعلم شو الحالي. كنا نجيب اواعينا من البالي، الله وحده اللي بيعلم شو الحالي. ضرب وحبس ومظاهرات والألعاب النارية، قطعت رزق الشباب وسخرت الساحة شوية. بلتجي 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 ليش تنقل سوق الجمعة، كنا مبسطين على نزول هسه مبسطين على طلعة. قامت أمانة عمان الكبرى بنقل سوق العبدلي القديم من منطقة العبدلي إلى منطقة راس العين. أمانة عمان ماضية في قرار إلغاء سوق العبدلي القديم، خلاص خدت القرار يعني، ونقله لموقعه الجديد في منطقة راس العين، مؤكدة أنه لا تراجع عن القرار. أمانة عمان بدورها قامت بتجهيز الموقع الجديد والذي تبلغ مساحته 7 دونمات. وقال أمين عام عمان عقل بلتاجي في مقابلة له مع التلفزيون الأردني أنه لا توجد مشاكل في السوق الجديد اللي هو طبعاً سوق العبدلي اللي براس العين، وأن الكل متساعد لأن هذا قوت للجميع. لسه فاضي مكانك، أصعب حاجة بعد نسيانك. طبعاً ما فيش مشاكل، ما هو فاضي، ما فيش حدا فيه يعمل مشاكل، بس من ناحية المساعدة يتساعدون لكن بالخفاء، لكي لا تعلم شمالك ما صنعت يمينك. إذا فاضي فاضي، سوق السوق فاضي، فيش في حدا، فاضي. وكمان أكد بلتاجي إنه البسطات تم توزيعها بالتساوي، يعني ما في أي شخص أخذ أكثر من أي شخص آخر. كل شخص يمتلك بسطة في سوق العبدلي راح يأخذ بسطة في منطقة رأس العين. تعطوهم 400 بسطة والوضع الحالي في 1200. نعم نعم. هو فقلنا عملونا تقرير حصولنا أسماء البسطات، قلت له ماشي أنا بحصيلك أسماء البسطات، أنا وزملائي بس قلنا لهم حصيهم. طب هسا افرض إحنا 1000 بسطة، عندك 400 بسطة، ال 400 بدهم يأخذوا، بس 600 التانيين وين يروحوا؟ خلينا 800 700 700، إحنا الأصليين 700، في 300 وين بدهم يروحوا؟ ال 300 وين بدهم يروحوا؟ إحنا بدناش 1300، اعتبر في 600 بسطة لعدة أشخاص، في 700 وين ال 300 الباقيين بدهم يروحوا؟ كان الجريمة ما بسع. شوف سيدي، هو من ناحية متساوي متساوي، يعني هاي المربعات اللي راسمينها متساوية، بس هم عددهم 400 واللي موجودين بسوق العبدلي فوق الألف بسطة، يعني في ناس ما رح تأخذ مكان، هذول وين يروحوا؟ شو يساووا؟ وين يروحوا؟ ربنا تولاهم بقى، أنا هقطع روحي. لماذا بهذا التوقيت اكتشفتم الخلل وأردتم التطوير؟ بهدف تنظيم عمليات وضبط عمليات البيع العشوائي المنتشرة في أمانة عمان. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى. لا 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 جد، صباح الخير، يعني هسا جايين تنظموا؟ ما هو السوق صلوا 20 سنة لا متدخلين فيه الأمانة ولا جايبين له كهرباء ولا مقدمين له أي خدمات، والناس منظمين حالهم بحالهم وعايشين ومستورين من 20 سنة، ولا صار عندهم مشاكل ولا صار عندهم إشي، ومضبطين حالهم من 20 سنة، هسا جايين تنظموا؟ إحنا صارنا 18 سنة بسوق العبدلي، عمر أمانة عمان ما قدمت لنا أي خدمة بالسوق. هلأ تنظيم أي سوق مفروض يكون عن طريق أمانة عمان. طيب حلو، شو في غيره أسباب؟ سوق العبدلي يسبب إشكالية مرورية، إشكالية بيئية. وين هالمشكلة المرورية اللي في العبدلي؟ طب ما هي الصور اللي طالعة في التقرير، هذا التقرير اللي شفناه، مبين إنه الشوارع فاضية والناس بتمشي عادي ومارقة فيها. بعدين هم بيداوموا خميس بالليل وجمعة وسبت، يعني عطلة
فترة عطلة، يعني ما في حدا رايح على دوامه وتعركس وعلق بالأزمة. يا أخي ما في، يعني مش شايف أنا أزمة مرور. بعدين بتيجي بتحكي لي مشكلة بيئية. هسا النظافة بعمان وقفت على العبدلي. طب ما هيهم الشباب عندهم حلول. هسا أنتوا عندكم مشكلة النفايات يا عمي، إحنا بنتعهد بنكتب كتاب من كل السوق إنك تيجي تستلم السوق نظيف زي الوردة، وإذا بدكم نجيب مي ونشطفه عادي ما عندنا مشكلة. هيها الشباب مستعدة تشطف لك العبدلي كله. شو هي كل راس مالها يطلعوا على دوار الداخلية بس يديروا سطلين مي وعنزول بالقشطات يضل يزحلق فيه انت يوصل العبدلي وينظفه ويخليه وج 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 يصير يلمع. بس سؤال، في لسه أسباب ثانية؟ وأيضا بهدف إعادة القلق لأمينة عمان. قلق؟ هسا هو قلق عمان كمان وقف على العبدلي؟ ولا عشان مشروع العبدلي الجديد البوليفارد الناس اللي هتيجي تسكن فيه بالطابق الفوقاني ما يتأذى نظرها من الشوادر، مش عارف كلمة انجليزي لشوادر صراحة، من ألوانها الأورنج والبلو؟ شو القلق هذا بتحكوا عنه؟ بعدين عمان هي بدها تظلها طول الأسبوع متألقة؟ يا أخي بالعطلة خليها تلبس بجامة خلص ما تتألقش، لا تصفت شعرها يظل مكنفش، لا تسشوره ولا هاي، تسيبه ما هي معطلة عطلة. بدنا من 3 سنوات ل7 سنوات على الأقل على الأقل لنعيد لعمان القلق اللي تفضلت وتكلمت عليه. تقبل بأن يكون سوق العبدلي، سوق العبدلي اللي موجود حاليا هو جزء من هوية عمان؟ بقبل طبعا بقبل. والسوق صار له 20 سنة، السوق هذا صار له 20 سنة، يعني لو كان معاه هوية كان صار مجددها مرتين لهسا. يا أخي مين هو اللي بيحدد هوية عمان؟ كيف بتحدد هوية عمان؟ الدوار السابع كان يعتبر هوية عمان وهي كشلته وحطيته إشارات عشان المشكلة المرورية. يا أخي مش فاهم أنا قصة هوية عمان، كيف بده يكون لعمان هوية بدون سوق العبدلي؟ ولا أنتوا هوية عمان عندكو أنه تكون تحتسي فنجان القهوة وتقرأ الجريدة وهنالك المرأة الكادحة تعجن الخبز وثلاثة نساء يغزلون الصوف شو لهوية عمان؟ كيف يعني كيف كيف أنتوا شو هوية عمان؟ شو تحديد هوية عمان؟ ولا يكون هوية عمان أنك تركب ضواو على الأرصفة بعمان الغربية وعمان الشرقية ما فيش فيها كهرباء أصلاً طلع تقطع وتروح وتيجي؟ شو هي هوية عمان؟ يا أخي طيب إذا مش عاجبكم سوق العبدلي يا أخي زبطوه نظموه، يعني ليش تنقلوه؟ خلوه هو نفسه يتزبط ويتنظم ويصير فيه الخدمات اللي حاطينها بسوق العبدلي الجديد اللي براس العين. الأرض العبدلي الموجودة حاليا ضمن منظومة الباص السريع والنقل العام راح يكون هو مواقف، يعني إحنا في مسارات محددة وتعرف قصة الباص السريع. يا دي على الباص السريع، أخ من هالباص السريع اللي دوشونا فيه هذا. معاذ شو هذا على فكرة مش باص سريع هذا شو الخبر عندك؟ باص مكوكي. شو مكوكي مكوكي؟ باص جديد مكوكي مكوكي. شو مكوكي مكوكي؟ مكوكي يا زلمة. شو ليه مكوكي؟ خلاص اقرأ مني بتعرف شو مكوكي. كل شيء اقرأ طبعا لا في الورقة. أطلقت أمانة عمان الكبرى خدمة الباص المكوكي في منطقة وسط البلد تحت شعار لف البلد بربع دينار. شو قصته هذا؟ شو اللي بتسولفوا فيه؟ احنا ما يعني لسه مش خالصين من قصة الباص السريع، فجأة هيك طب طلع لنا الباص المكوكي. شو اللي مكوكي؟ شو قصته؟ شو سلافته؟ العبدلي هذا الموقف الكبير اللي كان موجود راح الآن يتحول إلى مواقف لاستقبال المركبات، ومن هناك الناس تترك مركباتها وإما تترجل مشي أو تأخذ الباص مثل الباص الربع فر البلد بربع ليرة على أساس تترك سياراتها، يعني مواقف سيارات. هسا انتو شلتوا سوق العبدلي عشان تصير تيجي السيارات تصف بكراج العبدلي ويطلعوا الناس بالباص وينزلوا على وسط البلد عشان تحلوا الأزمة المرورية. والله إنها فكرة، هاي فكرة مرتبة يا أخي، مين اللي فكر فيها هاي الفكرة الحلوة؟ بس ما أعرف غلبك يا أستاذ، بالله قاعد لي هالنجمة أنا طاير، وانا أنا قاعد أنا والله معلم تنزلني على دوار زحال شو اللي قدام خليت تستحمل أشياء. يا حبيبي بغلبك حالك مكانها، أنا دافع أجار منا، حط حالك مكانها يا أستاذ. بس من بدي أروح على المكوك اللي هذاك مكوك صويلح دفعت أجره؟ دافع أجره، بدك تدفع لي كمان مرة؟ قلت لك باقي ليرة؟ باقي ليرة بالله يسعدك.
هسا سوق العبدلي اللي براس العين خلص اعتمدتوه؟ يعني خلص ما في تغيير وراح نروح احنا نشتري اوعينا من هناك وخلص اعتمدناه خلص؟ احنا سوق المهاجرين ليس دائما مش دائما مؤقت. هو نعم مؤقت راح يكون عندنا العمل الاكبر مؤقت. ليش مؤقت يا اخي؟ افرضوا انه سوق العبدلي اللي براس العين نجح واصحاب البسطات ربوا زباين وصارت تجيهم رزقه، بدكم تنقلوهم كمان مره وتنقطع رزقتهم وتصيروا ربوا زباين من اول وجديد؟ جديد مالك يا زلمه؟ انت مالك؟ اوراقك ونوتاتك كنت ساقطه يا سيد نوتاتي. شو بشوفي في شيء ناقص عندك؟ شو الناقص؟ هاي الارض تاعت راس العين. تعرف ايش كانوا يعملوا عليها؟ لا بعرف شو كانوا يعملوا عليها. كانوا يعملوا عليها دار الاوبرا. اوبرا كدبرا. ها حلوه. لا جد اوبرا. هيك نسوا عليها. شو بس صار؟ شو؟ على الورق مخططات كلفهم 16 مليون على المخططات بس ورق 16. هي ورق زي هيك هاي كروت لحتى نكلفهم اكثر على ورق اي 4 وهيك. طيب بس ديوان المحاسب رفض. بقول لك ليش تسالني ليش ليش؟ بقول لك طبقات الصوت بتاثر على الرطوبه اللي عندنا بجو الاردن فالاوزون وهيك عندنا بالاردن ما بنفع. مثلا انا السوبرانو تاعت انا سوبرانو فبايطاليا بنفع اما هون لا. طيب زغول طيب انا لا بفهم لا سوبرانو ولا بفهم هاي القصص كلها. هذا مشروع الاوبرا قديش كان راح يكلف؟ هذا هو 120 مليون. 120 مليون؟ شو 120 مليون؟ هاي زلمه بس بتعرف المثل الاردني اللي بقول شو بيقول؟ انا اردني والاوبرا بدمي. تذكرته. الملابس هون كنادر هون الملابس هون حفايات هون تعال عنا شو ما بدك بتلاقي نص ليرة تنزيلات شوف الكندرة يلا هون تعوا شوفوا التيشيرتات نص الليرة البلايين ويا عيني على البدلات تعي هنا يا دادا اشتري نلعب دالي نص ليرة البلايز خمسة ليرة تيشرتات نص ليرة العزمات. والتساؤل الأخير اللي عنا، شو تسعيرة البسطة في السوق الجديد؟ لأنه كانوا بالعبدلي ببلاش، كانوا يبسطوا ببلاش. سوق العبدلي سيدي شيلوه ودونا على راس العين على راس الخيمة وين ما بدكم شيلون. مبعثرين احنا مبعثرين بدنا تنظيم والله إلكم بدهم مصلحتنا يا أخي بدهم مصلحتنا. بعدين هذا السوق شو أزمة ومش نظيف ومفيش مواقف وفوق بعضهم الناس وبعدين الشاطر عنده 5-6 بسطات جاي بدك تسترزق انت وقال شو بوظفوش ولاد البلد. يا ريت بوظفوا ولاد البلد يا اخي. اسمعني ما بوظفوا ولاد البلد كلهم وافدين من برا. بعدين هسه شو قيموه ودونا على راس العين وسووا لنا مواقف مش هذا الباص المكوكي. بعدين هذول بالبقول لهم مكوكي خليهم يضلوا دايرين عجريهم بالبقول لهم مكوكي. لا بالبقول لهم لا مكوكي ولا باص سريع ولا باص ولا شيء. نظمونا سيدي نظمونا احنا بظهركم واللي بدكم اياه سووا. انا عندي تقريبا 6-7 بسطات خذوه. ما بنقدر احنا انه نفوت على منظمة البسطات العالمية بسوق الجمعة كما هو حالي. فكانت الأماني مشكورة إنها تعمل سوق مثالي عالمي. يعني إحنا لازم نركز على العالمية يا إخوان. العالمية مهمة. منظمة البسطات العالمية من أهم المنظمات المهمة في العالم وإحنا لازم ننضم لها. يعني هاي أنا بشد على يديهم وهاي خطوة جيدة. وش قالوا؟ أبصر شو جاهم. أبصر قديش باعوها الله عبدي. أبصر قديش باعوه سيدي. والله العظيم انا عارف يعني دقوا بالبسطات وتركوا اولاد الهاي تركوهم يسرحوا ويمرحوا بشوارع عمان. اما اولاد البسطات راحوا زتوهم لاخر الدنيا براس العين. قال والله عينهم ضيقه. والله العظيم مش عارف حتى تعول البسطات حطوا عينهم عليهم. والله اتركوهم حالهم روحوا طلعوا على اللي بعلوا الاغاني ودايرين بالشوارع والله ما عارف شو دخل هاي بهاي. بس مش الله يا زلمه حل عني يا زلمه يا استاذ محمد. ما زالت الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى مستمرة، وفي المرة السابقة كان الموقف الأردني شعوائي، ومع استمرار هاي الاعتداءات
أكيد الموقف هاي المرة رح يكون لسه أكثر من شعوائي. الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني شدد على أن الأردن سيتعامل مع هذا التصعيد بكل حزم، وشجب المومني استمرار اعتداءات قوات الاحتلال، كما استنكر اعتداء قوات الاحتلال، وأدان المومني استخدام قوات الاحتلال للقنابل الصوتية الحارقة. شجب واستنكار وتجديد وإدانة في بيان واحد، هذا مش طقعها هاتريك، طقعها سوبر هاتريك. المومني معطيها كريستيانو رونالدو. استاذ معاذ، ليش أيوه. حط خبر الاقصى الخبر الثاني مش الاول؟ ها يعني والله بدك تعذرنا، بس يعني ترتيب الاخبار يعني صار هيك شكله، يعني يمكن لقدام يصير يطلع هذا الخبر مع النشرات الجويه، ويمكن لبعد فتره اطول بطل ينذكر الموضوع، بطل يطلع الخبر. يعني هو مساله ترتيب والله، يعني الوضع العالمي صار زي هيك، بس هاي الشغله. شو صار بقضية الشهيد رائد زعتر؟ قال قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يوجد شك بأن الأردن شريكة لحكومته في الوقت الحالي، لا يوجد شك، وكاش وكريدت كارد. شو اللي شراكة؟ لا في الوقت الحالي ولا شو يلا خبيبي. شو خبيبي؟ هات خصتي تقولك. شو هات خصتي تقولك؟ هات خصتي بإيش؟ هاش انت كلت شك كريدت كارد وكاش. شو اللي شك يا سيدي؟ الشك بجير لك اياه ومن حطه لعشر اقساط يا سيدي. كريدت كارد انا بس انا بامنش بالش اسمه ما ابدا كريدت شوف في هاكرز بعدين وفائده ومش فائده مش جو ايش اسمه كاش. يلا قسم بالنص. شو اللي قسمهم بالنص؟ شو يا زلمه قسمهم بالنص؟ شو مالك؟ ايه نص ولك نص، خلينا نقسمهم. شلوط مصحصح صحصح. شو؟ هيني مسخسخ. انا بحكي لا يوجد شك بان الاردن شريكه لحكومته الوقت الحالي. طيب اخنا يعني شريك الاردن اسرائيل هذا ما يعني لا في شك. اخنا شركاء. اخنا شركاء. شو شركاء؟ شو شركاء احنا؟ شو مالك؟ في عندنا طول من اول لهي لاخر مي نخر، في عندنا بخر بناتنا، وشريك المي بخسرش. شو المي اللي مشاركنا فيها انت؟ شو اللي بتحكي فيه؟ شو احنا شراكه مع فلسطين؟ نغلي انا احكي لك. شكر راس مالها منجيب ماكينه تاعت قهوه ومنبيع. شو هون انا في الاردن بشرب قهوه. انت كثير عايش بالاردن شكلك جد صار لك زمان. بشرب قهوه واخذ خلوه واخذ نص وسط وسط نروح نفتح. شو اللي شراكه؟ شو اللي بتخاف فيه؟ بنفتح ابو شخطنطاين هيك لا ايش شلوط. لا سيبي خالد. شو بتتهبل؟ شو اللي شراكه؟ لا خلينا شراكي. شو فيش شراكه؟ لا يا زلمه لا الوقت الحالي ولا ل 100,000 ولا لاي وقت. ليش؟ شو بدنا نشارك فيكم يا زلمه؟ انتم بتتشاركوا إيه؟ ليش احنا بنتشارك اشي يعني؟ لانه شريك الحرى بيخسر وبيخسر. طيب بدك تصير شريك؟ لا بديش اصير شريك. انت ما بدك، هاي فرصه عمرك يا زلمه. انا بستغلش فرص، انا طبل بستغلش الفرص. طخه هو. شو طخه؟ شو مدرب النشامة راي ويلكنز يأمر لاعبي المنتخب الأردني بحلق اللحية. يا عم الحق على المدرب يا زلمة، الحق على المدرب يا زلمة. شو مالك؟ زلمة على المدرب تعادلين وخسارة يا زلمة، جاي يدمرنا يا زلمة. بعد اسمع، مش عارف يدرب جاي يقول لهم يحلقوا لحيتهم. زلمة هذا حلاق هذا مش مدرب يا زلمة. لسه جديد، ما هو لسه بلش جديد يقول لهم يحلقوا لحاهم يا زلمة. طيب بركي اللحية عادي يا عم. عدل الخطة ساوي شيء يا زلمة. تعادلين وخسارة يا زلمة، ما بتخاف الله أنت يا زلمة؟ إذا الحق على المدرب يا زلمه، الحق على المدرب. اذا بتجيبوا لنا واحد بتودوا لنا واحد اذا بتتدربوا فينا قاعدين. شو ايش يسووا؟ يحلقوا ولا ما يحلقوا؟ اذا ما يحلقوا ما يسوي شيء. يحلقوا يا عمي خلص. العبوا كره قدم. العبوا يا زلمه. ايوه هيك بدي اياك تنفع لي يا زلمه. العبوا كره قدم. ايوه يا زلمه على المدرب. الحق على المدرب يا زلمه. قال يحلق لهم يا زلمه. حلاق انجليزي جايبين لي. حلاق انجليزي تسريحات يا بيه. يعني هيك بتعترف انه حلاق انت معه؟ لا 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 بتعامل يا زلمه. الحق على المدرب يا زلمه. بعترفش. لا لا بعترفش يا عم. اظهرت بيانات دائره الاحصاءات العامه هيمنه المنتجات النباتيه على نمط الاستهلاك الغذائي للفرد الاردني. طبعا بده يكون استهلاك نباتي 100%. استهلاكنا راح يكون نباتي. ليش هي اللحمه رخيصه؟ وقديش حقه كيلو اللحمه؟ ما هو طاير بالعلالي صار. اذا بدك تجيب لحمه تعمل تبادل مع اللحام، بدك تعطيه كلية من عندك عشان يعطيك كيلو لحمه وتقدر تاكل وتشبع منها. ولا الجاج، حتى الجاج غالي، كل شيء غالي. شو انا بدي اقعد ابدل اعضاء معاه عشان اخذ كيلو واكل من عنده؟ نباتيين. فيش حل الا ان نكون نباتيين. يعني كيف الخبر الصح؟ نيكول سابا، انا اكبر من القلق والخوف. يعني قديش اكبر؟ قديش عمرك بالضبط بالله؟
شكرا لكل اللي شاركونا على هاشتاج رجعولنا مسلة ميشع، وشكرا لكل واحد حط هذا الهاشتاج عشان ترجع لنا مسلة ميشع، بس شكله مسلة ميشع ما رح ترجع لنا. ماما زمنها جايه جايه بعد شويه جاي بلعب وحاجات. يا ريت لو الكل شاركنا على هاشتاج شو في بكيس كير، طلعوا ابداعاتكم واحزروا واحترفوا وهتركوا واعمل بدكم اياه، بس خلونا نعرف شو موجود في كيس كير. اتفاق اردني اوروبي حول الهجره والامن، يعني راح نصير سري مري على اوروبا يا كبير. Get out of money.